أحسن الله إليكم. هذا الأخ سعد يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل التوحيد، وهل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل طول عمره يفعل هذا ومات عليه، هل يعذر بالجهل، وما هو ضابط العذر بالجهل؟ فضل التوحيد فضل عظيم، لأنه يخرج من الكفر والشرك إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، فيعيش المسلم على عبادة الله وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وكل ما عمل من خير فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه مع التوحيد. وأما المشرك فلا يقبل له عمل ولا ينفعه عمل صالح ما دام على الشرك. هذا يدل على فضل التوحيد، ومن أعظم فضائل التوحيد أنه ينجيك من النار ويدخلك الجنة يوم القيامة وتكون من أهل الجنة، خلاف المشرك فإنه يكون من أهل النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله. فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس، هذا لا يجهل أمر الشرك. الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد، فأمره واضح جلي. الذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة، هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلا يعذر لبقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح. إنما يعذر بالجهل من عاش بعيدا عن المسلمين ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئا من العلم، فهذا هو الذي يعذر بالجهل، ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل في الناس، خصوصا الآن بعدما قويت وسائل الإعلام بلغت المشارق والمغارب، صار كل يسمعها وكل يقرأها، وهذا من حكمة الله لإقامة الحجة. كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله، ولما ضعف الجهاد أو قل أو انعدم وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة، صارت وسائل الإعلام مما أقام الله بها الحجة على عباده، فلا يبقى أحد لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن الجنة وعن النار. لا أحد يجهل تحريم الزنا، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات، هذه أمور واضحة، ولا أحد يجهل تحريم القتل النفوس بغير حق، هذه كلها أمور واضحة. فلا يعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها، لأنها واضحة والإنسان يسمعها ويقرأها ويعيش في مجتمع مسلم، فكيف يدعي أنه جاهل؟ فهذا لا يعذر بالجهل. إلى متى الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يتعلم، فيزول جهله، لكنه قصر وفرط فهو الملوم في هذا. نعم.